نرحب بحضراتكم من جديد. محافظة أسوان بيتم فيها دلوقتي تنفيذ 30 مشروع في قطاع المياه والصرف الصحي لخدمة أهالي الريف في المحافظة. ده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المشروعات من العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بأسوان. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم وكل سنه وحضراتكم والساده المشاهدين طيبين والشعب الاسواني وشعب مصر كله بخير وسلام وامان يا فندم. وحضرتك طيب يا فندم، يعني في البدايه لو توضح لنا طبيعه الاعمال الجاريه والمشروعات الجاريه في قطاع المياه تحديدا بمحافظه اسوان. انا في البدايه احب يعني اوضح ان في جهتين بيشتغلوا في مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهوريه وطبعا منهم محافظه اسوان. الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفذ مشروعات بنيه تحتيه خاصه بالصرف الصحي ومياه الشرب اللي من ضمنها 30 مشروع اللي تم التنويع عنهم دول. اما بالنسبه لشركه مياه الشرب والصرف الصحي باسوان اللي انا بشرف برئاستها فهي ليها مهام ثانيه ومشروعات ثانيه بتنفذها. الشركه طبعا بتنفذ اول مهمه الرئيسيه بتاعتها هي مهمه التشغيل والصيانه لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي في محافظه اسوان. احنا عارفين طبعا ان المحافظه مكونة من 5 مراكز بتضم 10 مدن و107 قرية أم و15 14 كفر ونجع، طبعا من المحافظات الكبيرة على مستوى جمهورية مصر العربية محافظة أسوان. احنا المحافظة حظيت في الفترة اللي فاتت ديت باهتمام كبير جدا جدا في البنية التحتية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من جميع القيادات والمسؤولين. من ضمن المهام الشركة مسؤولة عن توفير مياه شرب نقية صالحة للشرب والتخلص الامن من مياه الصرف الصحي بمعالجتها لمحافظه اسوان بالكامل. محافظه اسوان مساحتها حوالي 63,000 كيلومتر مربع وعدد سكانها 1,600,000 نسمه. الشركه بتقدم الخدمه دي من خلال 154 محطه ورافع مياه شرب نقيه بتضخ ميه من خلال 4,000 كيلومتر شبكات ميه وبتعالج مياه الصرف الصحي من خلال 68 محطه ورافع صرف صحي من خلال شبكات اطوال 1420 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي. صحيح احنا عارفين كويس طبعا بطبيعه الحال ان يعني من اهم المشروعات اللي بتتعمل في مشروع حياه كريمه هو مشروعات المياه والصرف الصحي، بس عندي سؤال، هل كل الاعمال دي اصبح تركيزها في قرى حياه كريمه فقط ولا بيتم العمل على التوازي في مختلف المناطق؟ لا حضرتك، احنا اساسا عندنا الخطه الرئيسيه بتاعتنا اللي بتتم تنفيذها سنويا من خطة إحلال وتجديد والشبكات مياه الشرب والصرف الصحي دي من خلال 28 مشروع تكلفته 167 مليون جنيه خلال السنة دي بس 21-22. عندنا كمان خطة مجلس وزراء لتحسين مياه الشرب من خلال 14 مشروع بتكلفة 250 مليون جنيه بتخدم 850 ألف نسمة. عندنا كمان مشروعات المعونة السويسرية مشروعات المعونة السويسرية دي بتكلفة 100 مليون بتخدم حوالي 180 ألف نسمة لتحسين خدمة مياه الشرب. في مشروعات تمويل المحافظة برضو، دي مشروعات كانت في قرية كركر تكلفة 30 مليون. المشروعات اللي بقول لحضرتك عليها ديت بخلاف تماما حياة كريمة. حياة كريمة دي لخدمة القرى ومحافظة أسوان بتحظى بحياة كريمة بثلاث مراكز من مشروع حياة كريمة، مركز ادفو ومركز نصر النوبه ومركز مومبو. دول الثلاث مراكز من ضمن ال 51 مركز اللي داخلين في حياه كريمه كمرحله اولى. دول خطه ثانيه خالص الشركه بالاضافه ان هي شركه تشغيل وصيانه برضو دلوقتي تم تكلفه بانشاءات جديده في محطات ميه من خلال حياه كريمه في الثلاث مراكز دول بتكلفه 2.1 مليار جنيه. هتخيل حضرتك حجم التعامل اللي بتتعامل فيه شركه اسوان 2.1 مليار جنيه في حياه كريمه وحوالي 547 مليون جنيه خطتنا احنا الخاصه بينا كشركه ان احنا اللي هي السنويه ديت اللي هي الحاجه من خلال مشروعات احلال فرق كبير طبعا ومشروعات خطه مجلس الوزراء ومشروعات المعونه السويسريه. طيب سيد العميد، يعني لو حضرتك تقول لنا يا فندم نسبه ما تم انجازه بقرى حياه كريمه وصل كام تقريبا الوقت الحالي؟ احنا القرى اللي بالثلاث مراكز في حياه كريمه في محافظه اسوان اللي هي زي ما قلت حضرتك عليها ادفو ونصر النوبه وكمومبو، احنا المرحله الاولى بتاعتنا اللي هي تكلفه 2.1 مليار جنيه احنا عملنا حوالي 38 محطه مياه شرب منهم 8 محطات انشاء جديد و30 محطه اعاده تاهيل ليها.
نسبه التنفيذ بتاعتها وصلت من حوالي من 60 ل 70%، على اساس ان المحطات ديت ان شاء الله تخش خدمه قريب جدا جدا جدا. باقي الاعمال بتاعتنا في حياه كريمه كانت عباره عن مدى وتعيين واحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب على مستوى الثلاث مراكز دي كلها، ودي حضرتك نسبه حوالي 90% خلصانه منها دلوقتي، و30/6 هتكون جميع مشروعات المدى الزعيم وحاول تجديد شبكات مياه الشرب بمحافظه اسوان خلصانه ان شاء الله. طب ايه اوجه ومجالات التنسيق والتعاون بين حضراتكم وبين منسقي حياه كريمه في مبادره السيد الرئيس لتنفيذ الاعمال؟ انت عارف حضرتك ان المبادره ديت شامله جميع البنيه التحتيه اللي هم 5 مرافق، الميه والصرف والاتصالات والغاز يعني اكتر من ملف، يعني الصرف الصحي والمياه من ابرز الملفات اللي موجوده في مبادره حياه كريم. مفهوم كلام حضرتك، اتفضل. كلها بنيه تحتيه، لازم يبقى فيها تنسيق تام وكامل عشان خاطر ما ينفعش ان حضرتك لازم الاول بتعمل بنيه تحتيه للصرف الصحي اول حاجه، لان على الاعماق اكبر اعماق هي اعماق الصرف الصحي، بعد كده بتبدا تعمل الميه، بعد الميه حضرتك لازم تعمل الكهرباء، وبعد كده الغاز، وبعد كده الاتصالات. فدول الخمسه دول لازم يكون فيها تنسيق تام وتنسيق على اعلى مستوى، والمحافظه طبعا عامله وحده لمبادره حياه كريمه، الوحده دي هي هدفها التنسيق ما بين الخمس جهات لتنسيق البنيه التحتيه عشان خاطر ما يحصلش اي تضارب. النهارده حضرتك عارف ان لازم الشغل لازم ينفذ، احنا عندنا دلوقتي معدلات تنفيذ سريعه جدا. النهارده لو الصرف اتاخر المياه هتتاخر، ولو المياه اتاخرت الغاز هيتاخر، وهكذا. فلازم يبقى في تنسيق، ان يبقى في شغل بالتوازي عشان نقدر نخلص ونبدا نلتزم بالتوقيتات اللي حددها رئيس مجلس الوزراء واللي حددها قبل كده السيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله. طيب يا فندم، مهم جدا نعرف من حضرتك ازاي بيتم التسهيل على المواطنين في عمليه توصيل المياه والصرف الصحي للمنازل؟ لا، ده في تسهيلات كثيره جدا 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 للمواطنين. اولا احنا طبعا خاصين بوصلات المنزليه مياه الشرب. الوصلات دي بيركب عليها العدادات، كل الوصلات والعدادات دي بتركب يا اما بالاجل يا اما بيبقى التكلفه بتاعتها وتقسطيها على فواتير، يا اما بيبقى في جهات منحه بتعمل الوصلات ديت وبتحمل تكلفه العداد للمناطق اللي هي غير قادره، لان اسوان برضو فيها مناطق كثيره جدا جدا بتبقى غير قادره على تحمل تكلفه الوصلات المنزليه والعدادات دي، فبيبقى في جهات منحه كثيره جدا جدا، واحنا كشركه بنقدم تسهيلات كثيره جدا جدا لتكلفه الوصلات المنزليه والعدادات دي، على اساس ان كل بيت بيبقى داخله ميه شرب نقيه ويبقى عنده عداد وصله منزليه عشان خاطر ما يبقاش في شبر على محافظه اسوان محروم من مياه الشرب. هايل يا فندم، طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر العميد مهندس يحيى ابو زيد رئيس شركه مياه الشرب والصرف باسوان.